ايوه عادل، لا لا شغل يا عادل، في شغل لازم تعرفها يا عادل، النسوان في إلهم طريقة إنك تطحش على عيون يا عادل، ما فيكش تروح دغري هيك، في طريقة أنا بعلمك إياها بكرة على رواقك. تقال لك شو، مشي 3 سنين تقريبا كان في عندك نوع مثل هذا الدواء المرهن، هيدا مثل الريحة بتدهن عليه شوي، إذا مرقت حد وحدة يا عادل وشمت هيدي الريحة بتلهطك لهط، بصير هي بتلحقك يا عادل. بس انطرني شوي لروح عندي روح على الخليج، هيدا ببيعوا منه هوني، بجيب معي شي حنجور وقتها بنصير ندهن انا وياك ونفوت على البنات دغري دغري بنقطف عون يا عادل. طيب بدك ناخذ كاس ويسكي قبل ما نبلش قبل ما ناكل؟ يا عادل قفيناش قفيناش ناخذ هيك اشي بهذا المحل بالذات يا عادل. ليش؟ تخبرك يا عادل، صاحب هالمحل هيدا اللي قاعدين فيه جدو هو بيي هيك، اذا راح قالوا لبي انه هيدا ابنك عم يشرب كحول او مشروبات بتعمل لي مشكل يا عادل. انا ما بديش اعمل مشاكل يا عادل. لحظه جابي، خلينا عم نحكي بيتصل بالموضوع الحريم يا عادل، اهم شيء يا عادل. بعتقد جابي في هاي البنت لونيك اللي بوجهنا عم بتطلع فيي. اي بنت يا عادل؟ هاي لونيك الحلوه. لحظه يا عادل، هتبلش هلا تطلع لي بالحريم وتشكلي علي ونهاك يا عادل؟ قلت لك في طريقة معينة يا عادل. طب اعطيني قوم بحكي مع اولادك. لا يا عادل، لك اذا عارف بيي انه عم نحكي مع البنت بتعمل لي مشكل يا عادل. يا خيي بيك شو خصه؟ ما انا اللي عم بتحشر فيها. لك بركي عارف يا عادل شو بدنا بالشغلة يا عادل. انا رح قوم احكي. لا 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 يا عادل، تقلك شغلة، البنات افكش تطحش عليهم هيك يا عادل. طب اعطينا شي طريقة. في عندي عدة طرق، في عندك طريقة البلوتوث. بلوتوث؟ هيدا اختراع جديد يا عادل. هلا لو معنا بلوتوث كنا اتصلنا فيه يا عادل. ايه مرحبا مرحبتين وشي من هالنوع، فتنا عليها، افكش تروح عليها هيك يا عادل؟ ما في بلوتوث يا خي، ما فيش طريقة تانية؟ في عنا طريقة تانية، سمعت لك شو اسمها؟ هيدا البيبي يا عادل. بيبي؟ انطرني لاشتري بيبي يا عادل الجمعة الجاي. طب بدنا نقطفها للبنت هلا، بتقلي الجمعة الجاي نجيب بيبي؟ لك قد تسرعش يا عادل، بتروحها من بين ايدينا يا عادل. افترض رحت لعندها وقلت لك لها شو بتعمل؟ بتصدك بتتعقد كل حياتك يا عادل. انا بدي اتعقد كل حياتي يا جابي؟ شو قصتك؟ شو بقعد بشيلك من حقتك يا عادل؟ خلص رح قوم احكي معه. لك يا عادل بتعمل لي مشكل يا عادل، اذا عارف بيي انه عم نحكي. لك عمي بيي وصاحبي مع بيي جده يا عادل، بتعمل لي مشكل يا عادل. كيف اصحابه وياه هيك؟ هيك خلص بدي قوم احكي معه جابي، خلصنا بقى. طيب عادل لحظة، تقول لك شغلة يا عادل، إذا بدك شيء ولا بده وزبطت معك أفيش ضرورة تروح على الفرمشية يا عادل، أنا معي كل العدة يا عادل، البضاعة كلها معي يا عادل. كلها معك هون؟ معك بريزرفاتيف؟ لك ما تقولش على صوت عالي يا عادل، بتعمل لي مشكل يا عادل. وشو فيها إذا قلنا بريزرفاتيف؟ لك ما بقاش تقولها، بترجع بتعيد يا عادل، اللي الشتوي اللي جبنا النوع، خلص ما كل شيء. ما تروحش على الفرمشية يا عادل. طيب رح روح احكي معه. بس اغمزني بعينك الشميل بعدي. بونجور. بونجور، كيفك؟ منيحة. أنا اسمي عادل. هاي أنا اسمي سلمى. هاي سلمى، سوري بس عم بحكيكي بس لأنه كنت قاعد أنا وصاحبي هونيك. ايه كتير مهضوم صاحبك. ايه لاحظت إنه عم تطلعي فيي. بصاحبك. نعم؟ بصاحبك. مش فيي؟ لا كتير عجبني صاحبك، كتير مهضوم وأنا والله؟ أنا كتير بحب شعراته بيض. طب تحبي تقعدي معنا عرفك عليه؟ يا ريت. تفضلي. ايه ميرسي. قربي. تفضلي تفضلي. شو عملت يا عادل؟ جابي بدي اعرفك على دموزيل سلمى. اهلا اهلا دموزيل سلمى. جابي انا سلمى. اهلا، هاي كيفك؟ كيفك انت؟ طلعت افتكرت عم تطلع فيي، قلت طلعت عم تطلع فيك. في انا يا عادل؟ كتير عجبتني. قال هي بتحب الشعرات بيض. جد؟ قلت لك عمود شعراتك بيض يا عادل. كيفك اتروقتي اتغديتي بنجيب لك شيء؟ لا شكرا، شربت قهوه. بيعملوا حمص طيب. بتاخذي فول؟ لا شو مهضوم؟ شو حلو؟ بياخذك على الشقه؟ قلت لك يا عادل مش دغري في طريقه يا عادل. عملت لي مشكل يا عادل. بتعرف كانه بعرفك من زمان. انا كلهم بيقولوا لي اني بشبه كثير ناس. عن جد؟ يا سلمى كثير مبسوطه اني تعرفت عليك جابي، قلت لي ما هيك؟ نعم جابي. ايه بس كانه شايفتك. وين ساكن؟ وين ساكن؟ أنا ساكن وين هيدي الشقة اللي هونيك، أول المفرق بتفوتي لها من راس الشارع حد الدكان. لا بعرفك بعرفك.
ما يعرفك شي عاطل. شايفتك بصورة. بصورة؟ ايه قلت لها وقتها لربيتي قلت لها كثير مغضوب. هي تسكرت. ايه. انت خالة لإفلين. مظبوط خالة لإفلين. خالة لإفلين؟ صح خالة لإفلين. شو ايه مهم تعرفيها لإفلين. إفلين معي بالشغل. كثير اصحاب انا وياها. ومعك بالشغل. بدي خبرها. شو بدك تخبريها؟ بدي خبرها انه كثير بيعجبني جابي. اسمك ما هيك؟ جابي. بدي لها انه كثير بيعجبني جابي. انا كثير صريحه كثير. بدك تظهري معه؟ يا ريت. بدك تخبرها انه بتظهر بدها تظهر معي. وبتعرف إفلين. وانا خاله لإفلين يعني عارف بيي يا عادل. عملت لي مشكلة يا عادل.